لهم يمسكوا العصاية من النص شوية، بلاش الردود الحادة ديت الفترة دي، لأن الموضوع هيبقى يعني الأول هو لصالحكم، ردودكم هي اللي هتخليها تبقى ضدكم. فبقول لهم يهدوا شوية ويمسكوا العصاية من النص، يعني بلاش يندفعوا في رد فعلهم. طيب أمنية بتسأل 25/7، الدنيا بايظة معايا بقالها سنتين. 25/7 هي برج الأسد، واخدة من السرطان، اللي مأثر عليها السرطان لأن هي في العشرية الأولى. لكن برج الأسد لو كانت في 8 الدنيا عندها حلوة، يعني الدنيا عندها حلوة، هو اللي مأثر عليها السرطان، السرطان هو اللي معطلها شوية. فبقول لها يعني السرطان دراما كوين شوية، يعني دايما العشرية الأولى بتوع الأسد بيبقوا حساسين بزيادة، بياخدوا كل حاجة على أعصابهم بزيادة، عايزين كل حاجة في مكانها أو كل حاجة زي ما هم عايزينها بالشكل اللي هم عايزينها. فبقول لها فكي شوية، أو يعني خليكي مرنة، غيري طريقتك، اعملي عكس ما بتفكري، تغير، تعمل ابديت، يعني تغير من طريقتها شويه، لان الوتيره اللي هي ماشيه عليها مش نافعه بقى لها سنين. اوكي طيب شروق بتسأل عن 16/10. هي ال 16 بنت. اوكي 16/10 برج الميزان، وواخده من العقرب. لسه كنا بنقول من شويه عن الميزان والعقرب. الفتره دي عندهم، بس هي نظريه الشك، لان احنا في الميزان، والميزان مع اللي هو بقى الميزان في برجه، فالحاجه عندهم بتزيد. لان في الفتره دي احنا في عيد ميلادهم او في الفتره بتاعتهم ما بيبقاش حظهم بنسبه 100%، بيبقى حظهم نصه او اقل كمان. فبقول لهم ما ياخدوش قرارات الفتره دي خالص، يبعدوا عن اي صداقات جديده، او ما يتوهموش حاجه، او ما يفتعلوش حاجه. حلو. طيب تيسير جات لنا مره تانية. الو الو. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضلي. حضرتك انا عايزه اسال عن 13/8. 13/8 تمام، شكرا ليكي. 13/8 اسد، العشرية الثالثة، واخدة من العذراء شوية. بالعكس الفترة ديت عندهم نوعا ما الدنيا حلوة، هي كل اللي عندهم بس هي مشاكل عاطفية، مثلا ممكن تكون في مشاكل عاطفية، في عندهم لخبطة شوية، اختلاف في الآراء، سواء على المستوى العائلي أو المستوى العاطفي. بقول لها يعني الفترة دي مش حلوة، لأن هم بقالهم اوريدي شهر، شهر ونص عاطفيا او عائليا الدنيا مش حلوة. فبقول لها يعني تهدى شوية او تتكلم، لان معظم بتوع الاسد بيقعدوا مع نفسهم يتعايشوا ويفكروا في حاجات وياخدوا القرار من غير ما يروحوا يعاتبوا او يتكلموا. فبقول لها اتكلمي شوية، لو في حاجة مضايقاكي من حد روحي اتكلمي معاه. تمام. طيب معانا تليفون تاني من هدى. الو الو. ايوه ازيك يا هدى؟ الله يسلمك، ازيك يا نوره؟ الحمد لله بخير، اتفضلي. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك، متشكره قوي، اتفضلي. ممكن اقول برج اولادي وبرجي؟ اكيد، اتفضلي. ابني 25/7. 25/7 اسد. ها تمام. وبنتي 13/4. اوكي تمام. حمل. وانا 30/3. اوكي حمل برضو، بس ماشي. 3 ده حضرتك اخر واحده؟ ايوه انا 30/3. ايوه طيب أوكي ماشي، شكرا ليكي. ابنها اسد. اوكي. ولد الاسد ما يتخافش عليه خالص، ذكي جدا جدا، عنده ردود جاهزه، حاضر لاي حاجه، يعني ما تخافش عليه. بس هو كل الحكايه ان هو بيجري في احداث حياته، عايز كل حاجه بسرعه الفتره ديت. فبقول لهم يهدوا شويه، والفترة اللي جاية سواء على لو هو مثلا في دراسة أو عمليا، الدنيا عندهم حلوة جدا جدا الشهر ده والشهر الجاي، لكن بالنسبة لعاطفيا مش حلوة، يعني يهدوا شوية. بالنسبة لبنتها حمل في شهر 4، بقول لها خلي بالك، لأن عندها هو اللي بيخليها تاخد ردود أفعال مش بدينها، وشكها بزيادة، لأن ست الحمل نظرية الشك عندها أسلوب حياة.